تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-55-1414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، صبحكم الله بالخير في هذا اليوم الجميل، يوم الخميس الونيس، آخر يوم في الأسبوع. إن شاء الله كان هذا الأسبوع أسبوع جميل مليء بالإيجابية والإنجازات والسعادة، وإن شاء الله ندخل على الويكند الجمعة والسبت نهاية إجازة نهاية الأسبوع بروح عالية، نترك كل مشاكل الدوام في الدوام ونصبح باكر الصبح إن شاء الله يوم الجمعة ويكون بروح عالية ونفس مطمئنة وما نتذكر الدوام لين يوم، مو السبت في الليل لا، لين الأحد الصبح. الأحد الصبح لما يرن المنبه نتذكر مرة أخرى الدوام عشان نستانس بالإجازة إلى آخر درجة. صبحكم الله بالخير ونور السرور، هذا برنامجكم برنامج صحة وسعادة اللي تقدم لكم هيئة الصحة في دبي بالتعاون مع قناتنا المتميزة دائما وأبدا قناة وداعة نور دبي. أول شيء اسمحوا لي أرحب وأشكر الموجودين معي اليوم في الاستوديو، أيمن سرحي في الإخراج الإذاعي، صبحك الله بالخير يا أيمن يعطيك ألف عافية، وميرا معانا في التنسيق، ميرا مشغولة تسولف، نصبح عليها بالخير والنور ونشكرها على انها تنسق البرنامج كل يوم، تستقبل مكالماتكم وترتب لنا امور المسجات. وصباحكم نور. وفي حد يقول في الانستغرام لايف على نور دبي، الله يهديك انا باكر الصبح يوم الجمعه مناوب، الله يعطيك الصحه والعافيه، كلنا جنود في خدمه الوطن، في بعضنا يكون اجازه باكر، في بعضنا يكون دوام باكر، كلنا جنود لخدمه هذا الوطن. و رؤية سيد صاحب السمو الشيخ محمد باشا المكتوب إن ما في شيء اسمه خدمة توقف، يعني بعد الساعة 2 أو 10 بالليل ما في خدمة توقف، نحن نخدم الوطن 24 ساعة. وهي تحية بعد الجنود المرابطين اللي يخدمون الوطن 24 ساعة، ما في عيد ما في جمعة ما في ويكند، هذه تحية لهم وإحنا نقوم بواجبنا هني مثل ما هم يقومون واجبهم هناك، فألف تحية لهم. إنزين نذكركم أول شيء كالعادة بأرقام التواصل عشان تتواصلون معنا، عندكم ملاحظات، عندكم شكوى، عندكم شكر حبيت تقدمونه لأي موظف، لأي منشأة صحية، لأي مركز، لأي قسم تابع لهيئة الصحة في دبي، احنا قلوبنا مفتوحة لكم قبل قنوات التواصل. وقنوات التواصل معنا على 4006 الرسائل، والاتصال على 600-55-1414 وموجودين لايف على نور دبي. ببتدي أول شيء صباحي بالصوت الجميل، صوت أسماء الجناحي تعطينا آخر الأخبار في مجال السوشيال ميديا. صبحت الله بالخير يا أسماء. صبحتم الله بالنور والسرور دكتورة. أحيي فيك الحماس يا أسماء اليوم الخميس. رايحين جايتك أكيد متحمسين. عشان جايتك اليوم، جايتك آخر يوم. وصباحكم الخميس الونيس السعيد وآخر يوم في الأسبوع. ونحاول نحن نختم أسبوعنا برسالة إيجابية. ونقول لهم لا تكن رافضا للأفكار محبطا لمن حولك، ولكن كن مفكرا واسأل كيف يمكن لتلك الفكرة أن تتحقق وما هي نتائجها. يا سلام عليك يا أسماء، أحسن رسالة اليوم الخميس. شو عندنا يا أسماء اليوم في جايتكس؟ اليوم الأخير من جايتكس، ونتمنى الكل يتابعنا على قنوات التواصل الاجتماعي وعلى اللايف، لأن نحن راح نحط باقي الأشياء اللي ما حطيها خلال الأسبوع، كل يوم مثلا نبرز خدمة من الخدمات. تابعونا على تويتر انستغرام وسناب شات وفيسكوب على DHA_Dubai، اما على الفيسبوك ويوتيوب واللينكدين فور دبي هيلث أوثوريتي. ممتاز يا اسماء، هاي دعوه للجميع انهم يتابعون كافه حسابات هيئه الصحه في دبي عشان تشوفون كل جديد، وفي اشياء ما طلعت على الهواء راح تشوفونها فقط عبر قنوات التواصل، واللي طبعا بيروح جاي تكس بيشوفها هناك. شكرا لك يا اسماء ونهارك سعيد. طبعا اليوم آخر يوم في جايتكس، وأذكركم أن هيئة الصحة في دبي لها منصتين في جايتكس، ومليئة المنصات بالجديد في تعلم التطبيقات والخدمات الطبية وغيرها، منها الصيدلية الذكية، نظام سالم، سلامة، الملف الطبي الإلكتروني الموحد. فأي حد عنده مجال اليوم خليه يتوجه إلى جايتكس. جايتكس مفتوح أعتقد لين 7 المغرب، فاللي عنده مجال خلي مر، ما حد يشرد من الدوام، كلكم قاعدين في الدوام، خلكم قاعدين في الدوام، بعد الدوام روحوا مروا على جايتكس
وعلى سيرة الدوام، في أحد متصل علينا، في عندنا مكالمة جميلة من خليفة. صباحك الله بالخير يا خليفة. ألو، بركاته. هلا أخوي، صباحك الله بالنور، تفضل. الله يسلمك وبارك. أنا عندي شكر خاص لكل من يعمل في إمارة دبي. يا سلام، تفضل. شكر خاص لكل من يعمل في إمارة دبي بالأخص خصيت هذه الإمارة لأن دوامهم 24 ساعة مثل ما تفضلت قبل شوية. صحيح. والدوام حتى يوم الجمعة عندهم دوام، الله يحفظهم ويسلمهم. الله يخليك. ونتمنى أن في دوائر محتاجينها في باقي الإمارات أنها تمشي على نفس الطريق هذا ويداومون حتى الجمعة. جميل، شكرا لك أخوي خليفة على رسالتك الإيجابية في يوم الخميس، ونهارك سعيد. وهاي تحية منا أيضا لكل موظف على رأس عملها الحين أو بيكون على رأس عملي باكر أو ورا باكر أو أي يوم من أيام الأسبوع. نحن كلنا هني لخدمة الوطن وعشان نرتقي بهذا الوطن، والوطن راح يرتقي على سواعدنا وأكتافنا مثل ما احنا نقول. فننتقل الحين بعد الرسالة الإيجابية الجميلة من خليفة مستمعنا، ننتقل إلى الدراسة اللي احنا عودناكم عليها كل يوم. الدراسة تقول الزكام عند الأطفال يرتبط بالإصابة بالربو ومشاكل الرئة لاحقا. توصلت دراسة حديثة إلى أن الأطفال الذين يصابون بحالات عدوى تنفسية متكررة مثل الزكام أو التهاب الجيوب يواجهون خطرا أعلى للإصابة بالربو وتراجع وظائف الرئة في مراحل لاحقة من العمر. وقد خلص الباحثون إلى تلك النتيجة بعد مراجعة بيانات حوالي 155 ألف طفل في أوروبا جرت متابعتهم منذ الولادة حتى عمر 15 سنة. وجدوا بأن الأطفال الذين عانوا من عدوى تنفسية علوية متكررة مثل ما قلنا زكام أو التهاب الجيوب أو التهاب البلعوم أو التهاب اللوزتين في عمر 5 سنوات واجهوا خطرا أعلى بمعدل 1.5 ضعفا للإصابة بالربو في مراحل لاحقة من الحياة. أما الأطفال الذين عانوا من عدوى تنفسية سفلية مثل التهاب القصبات أو القصيبات أو ذات الرئة واجهوا خطرا أعلى بمعدل 2 إلى 4 أضعاف للإصابة بالربو، كما كانوا أكثر عرضة لتراجع وظائف الرئة. تقول معدل رئيسية للدراسة الدكتورة إيفلين فانميل اختصاصية أمراض الجهاز التنفسي بالمركز الطبي بجامعة إيراسموس بهولندا، تدعم هذه النتائج الفرضية القائلة بأن عدوى الجهاز التنفسي في المراحل المبكرة من الحياة يمكن أن تؤثر في خطر أمراض تنفسية أخرى على المدى الطويل. طبعا هذه الدراسة تأيد اللي نشوفه إحنا يوميا في العيادات. الأطفال إلا بالعادة تلاقون عندهم التهابات متكررة في الجهاز التنفسي، اللي يكون عندهم بالعادة دائما زكام، يكون عندهم دائما التهاب في القصبات أو القصيبات. وأرد أذكر أن هالالتهابات بالعادة تكون التهابات فيروسية، يكون عندهم خطر الإصابة بالربو أكبر لما يكبرون، حتى خطر الإصابة بأمراض الرئة المختلفة، لأن يكون عندهم الجهاز التنفسي عنده قابلية للإصابة بهذه الأمراض. وطبعا تكرار الإصابة بالأمراض هذه التهاب القصبات، التهاب القصيبات، ذات الرئة، النزات الشعبية وغيرها، كل مرة طفل يصاب فيه تسوي تغيير بسيط للي يصير مثل التهاب، بعدين يستوي ترميم الجسم، في تغيير بسيط يستوي في الجهاز التنفسي في الخلايا، طريقة دوران الخلايا، طريقة بناء الخلايا، فيستوي عرضة أكبر للإصابة ببعض الأمراض لما يكبر. طبعا هذه نتمنى احنا السلامة لجميع الأطفال، وما نبغى نخوف الأمهات، ولكن هي واحدة من الدراسات اللي طلعت حديثا وممكن تساعدنا حتى في الوقاية لما هذا الطفل يكبر. يعني مثلا إذا الطفل عنده تكرر الإصابة بأمراض معينة في الجهاز التنفسي هو صغير، يعني ياخذ احتياطات معينة لما يكبر، مثلا يبتعد عن التدخين، يحافظ على وزن مثالي، يكون أكله صحي، يقوم بفحص متكرر، ينتبه لأعراض الربو. فهذه رسالة ناخذها من الجانب الإيجابي للكشف المبكر وليس للتخويف. وأنا الحين قام أيمن يخوفني يقول الفاصل وصل، عشان تأخرت على الفاصل تقريبا دقيقتين، فرح نطلع فاصل، فلا تذهبوا بعيدا، فاصل وراجعين. صحة وسعادة. ورجعنا لكم عشان نكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. بذكركم أول شيء بأرقام التواصل، التواصل معنا على الهاتف 600-55-1414، والرسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على أكاونت
نور دبي على الانستغرام, لان محمود اخذ الايباد معاه فما عندي اكونت الصحف دبي. اذا محمود يسمعنا صباحك ورد يا محمود. طبعا مثل ما قلنا بدايه هذا الاسبوع الشغل الشاغل هو معرض جايتكس اللي مشتركه فيه بهيئه الصحه بمنصتين مختلفتين. واحده من المنصات, احدى المنصتين هذه تستعرض خلال هيئه الصحه بدبي حزمه من تطبيقاتها ومشاريعها الذكيه التي تستهدف كافه شرائح المجتمع. واحده من هالمشاريع نظام اللياقه الطبيه والصحه المهنيه الذكي سالم, الذي يعد نقله نوعيه على مستوى الدوله والمنطقه بشكل عام. بنتكلم عن هالمشروع, اهدافه واهميته. يسرنا يكون معنا عبر الهاتف الاستاذه ميساء البستاني, مدير اداره خدمات اللياقه الطبيه بهيئه الصحه بدبي. صباحك ورد يا ميساء. صباح النور والسرور دكتورة, كيف حالكم؟ خير الله يسلمك. الله يسلمك. ما شاء الله من طلع نظام سالم وما شاء الله وسائل التواصل كلها ساخنة بموضوع سالم, صار الشغل الشاغل لنا الحين سالم. الحمد لله. الحمد لله. فإن شاء الله هذا يدل على أنه فعلا هو نقلة نوعية في مجال الخدمات اللياقة الطبية. فممكن تخبرينا أول شيء شو هو سالم, شو فكرته وشو أهدافه؟ نظام سالم لخدمات اللياقة الطبية والصحة المهنية هو نظام مشترك بيننا وبين الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب. النظام طبعا يعتبر نقلة نوعية مثل ما تفضلتي دكتورة من النظام القديم. جميع المعاملات من خلال نظام سالم تتم بطريقة ذكية جدا بدون أي إدخال بيانات. يعني مثلا المتعامل يتوجه إلى المراكز الخدمية, المراكز الخدمية دورها فقط سحب البيانات من الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب, وبس أن المتعامل يختار نوع الخدمة أو الباقة, يسوي الدفع أونلاين ويتوجه إلى مراكز الخدمة ويأخذ الخدمة سواء بقسم الأشياء أو المختبرات على حسب نوع الوظيفة, نوع الطلب اللي هو يبغى, سواء تجديد إقامة أو إقامة جديدة, ويروح. نحن دورنا الأنظمة الداخلية كلها فيها أتمتة متكاملة, الأنظمة تتحدث ويا بعض الأشياء والمختبرات, إذا النتائج مطابقة إن هي لائق لائق, الشهادة أوتوماتيكيا ترسل إلى البريد الإلكتروني المسجل في النظام ويوصل إشعار للمتعامل باستكمال إجراءاته في أحد مراكز الإقامة وشؤون الأجانب وانتهت رحلة المتعامل. يعني فقط 3 نقاط خدمية. بالمقابل في السابق كان في أكثر من 16 نقطة خدمية, والأنظمة السابقة كانت كلها غير مرتبطة, كانت تعتمد على الموظف وذكاء الموظف وخبرة الموظف في إنجاز كل المعاملات, غير أن حاليا ربطنا حتى وقت إنجاز النتيجة بنوع الباقة. ممتاز. يعني كل الباقات بالضبط نفس الوقت من يعطي العينة يستلمها تحديدا 24 ساعة, يستلمها بالضبط بالدقيقة بالثانية خلال 24 ساعة. ممتاز. شو دور المشروع في تقليل زمن انتظار المراجعين؟ يعني قبل كم بالعادة يتري المراجع عشان يحصل نتائج أو يخلص أموره بخصوص اللياقة الطبية, والحين كم يأخذ وقت؟ يعني شوفي بالمقابل أنا بخبر الدكتورة, قبل كان المتعامل يسير مراكز الخدمة يقدم الطلب ويسوي الدفع, لازم يوم بيحضر عندنا في المركز يحضر عند الكاونتر التسجيل, الموظف في كاونتر التسجيل يراجع كل البيانات وجميع المعلومات اللي تم إدخالها يدويا, وبعدين موظف التسجيل دوره أنه يقرأ نوع الوظيفة ونوع الإقامة وهو اللي يصدر الفحوصات الطبية. طبعا هاي العملية تاخذ وقت, يعني لازم الموظف عشان ينجز العملية يبغى تقريبا حق كل متعامل من 3 إلى 5 دقائق. حاليا نحن ربطنا الباكج حق الفحوصات الطبية بنوع الوظيفة ونوع الإقامة, يعني استوى خلاص انجن رول المراكز الخدمية الخارجية ما يحتاج ان هي تطبع البيانات ولا يحتاج ان الموظف اللي في قسم التسجيل في المركز يختار الفحوصات الطبية, استوت هي كلها ذكية في باقة واحدة. ممتاز ممتاز. بالإضافة إن إحنا نقطة إنه هو يحضر عند التسجيل قسم التسجيل هذه غير موجودة, يعني قبل كل الازدحام كان في هاي النقطة إحنا لغيناها, غير موجودة حاليا. يخلص إجراءاته خارج المركز ويتوجه على طول قسم المختبر أو الأشعة ويخلص الإجراءات ويروح. الصحة المهنية شوي إجراءها مختلف, لأن لازم يكون لحضور الدكتور يشخص الحالة والممرضة تأخذ الفايتل ساين وإجراءات تغير, لأنها على حسب نوع الوظيفة, هي تخصصية أكثر من اللياقة الطبية اللي هي لغرض إصدار الإقامة, الإجراء يختلف. ولكن طبعا رحلة المتعامل فيها تحسين كبير جدا,
في تقليل في زمن أخذ الخدمة بشكل كبير جدا. إرسال الشهادة استوى إلكتروني، استغنينا عن توصيل الشهادات. فالعملية كلها استوت وايد، فيها تحسين وتعزيز وجودة غير عن قبل. ورفعنا النظام الأمني، يعني قبل مثلا الموظف احتمال يسوي خطأ، احتمال انه يغلط باعتماد الشهادة، حاليا لا، الأنظمة روحها تتواصل يا بعض بدون تدخل بشري. ممتاز. أستاذ ميسل، ممكن تعطينا فكرة عن عدد مراكز خدمات اللياقة الطبية الموجودة في دبي؟ حاليا عندنا تقريبا 18 مركز، من ضمنها مراكز رئيسية ومراكز تتبع المناطق الحرة، وفي عندنا مراكز بعد بالشراكة والقطاع الخاص. ممتاز. طبعا هي متوفرة جغرافيا، والمتعامل ممكن يدخل على نظام سالم في الموقع الإلكتروني التابع للهيئة ويشوف مراكز الخدمة. جميل. شو الخدمات اللي تقدمونها عن طريق إدارة خدمات اللياقة الطبية؟ جميع مراكز اللياقة الطبية اللي تتبع هيئة الصحة توجد فيها المراكز الخدمية، يعني المتعامل ممكن يتوجه إلى أي مركز يتبع هيئة الصحة ويخلص كل إجراءاته في مكان واحد، يقدم الطلبات ويدفع ويتوجه للمركز حق مراكز حق نقاط أخذ الخدمة ويأخذ الخدمة ويروح. يعني كلنا عندنا مثل ما تقولين one stop shop، اللي هي نقطة تسوق وحدة. جميل. ولكن في النهاية المتعامل بعد عنده عدة اختيارات، لكن أنا تهمني رحلة المتعامل، أنا أفضل دائما المتعاملين يجون مراكز الخدمة ويخلصون إجراءاتهم كلها في مكان واحد، لأن هذا هو توجه الحكومة. صحيح. اللي هي one stop shop. صحيح. أستاذة ميسا، كان عندكم مجموعة من الباقات في خدمة VIP، في مستعجل أعتقد، فممكن تكلمينا عن هالباقات اللي عندكم؟ عندنا خدمات العاجلة اللي من ضمنها خدمة الأربع ساعات وخدمة الأربع وعشرين ساعة وخدمة الثمان وأربعين ساعة، بالإضافة إلى الخدمة العادية، وعندنا بعد خدمة تواجد، وحاليا بعد أطلقنا في بعض المراكز خدمة الساعتين. ممتاز. شو الفرق بين هالخدمات؟ يعني هل تفرق في الرسوم أو حسب الحالة تفرق، ولا شو الفرق بينهم؟ طبعا هي في النهاية هي خدمات منوعة على حسب رغبة المتعامل، على حسب سرعة رغبته في الحصول على نتائج الفحص. يمكن عنده emergency case، عنده شيء يعني متعطل، غرامة يبغى يخلص، كان خارج الدولة ومتأخر في شيء، فنحن أعطينا عدة خدمات متنوعة اللي تناسبه، وكل حق كل وحدة في لها سعر معين. يعني خدمات الأربع ساعات أسعارها أغلى عن الأربع وعشرين وثمان وأربعين، وفي النهاية خدمة الخدمة العادية اللي هي الخدمة اللي خلال خمس أيام عمل هي بعد متاحة للجمهور. فهو طبعا على حسب شو وضع المتعامل، شو الخدمة اللي هو يبغي يخلصها والمدة الزمنية اللي هو محتاج فيها نتيجة الفحص. ممتاز. فطبعا هذا التنوع في زمن انهاء الخدمة او تخليص الخدمات، طبعا تعطون انتو خيارات متعددة للمتعامل، كل واحد حسب ما هو مثلا حالة الحالة اللي عنده، مستعجل او لا، حاب ان ياخذ النتائج او يخلص قبل. فهذا التنوع جميل، بحيث ان المتعامل مثل ما نقول احيانا مثل ما تفضلتي تحدث له حالة طارئة، انه لازم يخلص خلال ساعتين، عنده امور في الاقامة او في الجنسية او في مشاكل اخرى. فهذا التنوع جدا جدا جميل، وطبعا يطيح المتعامل ما قلنا أكثر عن فرصة وأكثر عن طريقة لإنهاء إجراءاته. أستاذة ميسا، في كلمة أخيرة حابة توجهينها، رسالة؟ والله الصراحة كان يعني تفاعل الجمهور في معرض جايتكس جميل جدا، أشوفهم يعني الحمد لله الكل راضي عن نظام سالم، يشافوا أن في تغيير كبير بالنسبة حق إجراءات التسجيل وإصدار النتيجة من النظام القديم، وحتى كان في بعض الملاحظات اللي خذيناها بعين الاعتبار، يعني في ملاحظات مجدية. فنحن حابين الجمهور يعني من خلال ممارستهم حق هذا النظام، استخدامهم للنظام، إذا عندهم أي ملاحظات تعزيزية للنظام نحن طبعا يكون وايد سعيدين باستقبالها، لأن في النهاية هم يعني أصحاب الخبر أكثر عننا، نحن هو اللي مر في هاي الرحلة كلها، هو اللي يعرف. فإذا عندهم ملاحظات، عندهم اقتراحات، نحن نكون وايد سعيدين باستقبالها ونعزز النظام، لأن هم اللي بيستخدمونه في النهاية. أكيد. طبعا ها ملاحظات المتعاملين تساهم في تطوير البرنامج، وطبعا هي عملية تطوير دائمة، يعني نظام سالم انطلق ولكن رح يدخل عليه مجموعة من التغييرات أو التحديثات لين إن شاء الله يوصل لأفضل صورة ممكنة. طبعا نحن حاليا في المرحلة الأولى. صحيح. أكيد. طبقنا المرحلة الأولى حاليا، نحن بعدنا في مراحل إن شاء الله النظام بيبهرهم في المراحل القادمة، بيكون في يعني أبروتش عندنا يمكن هم بيستغربون هذا كيف هيئة الصحة فكرت في هذا الشيء اللي هو جدا متطور وفي صالح الخدمة وفي صالح المتعامل.
أكيد، وهذا متوقع منكم، ونتمنى لكم إن شاء الله كل التوفيق. أستاذة ميسة البستاني، مدير إدارة خدمات اللياقة الطبية بهيئة الصحة بدبي، شاكرة لك تواجدك معنا عن طريق الهاتف، وإن شاء الله نتمنى تكونين معنا في الاستوديو المرة الجاية. إن شاء الله. شكرا. شكرا لك، ونهارك سعيد. وانت أسعد حبيبتي. وصلنا حين الفاصل، احنا نطلع فاصل عشان عندنا ضيف مستعجل حبتين في الاستوديو، نخلص الفاصل بسرعة ونرجع لفاصل وراجعين. صحة وسعادة، ورجعنا لكم لنكمل باقي فقرات برنامجكم، برنامج صحة وسعادة. ضمن مشاركتها بفعاليات أسبوع جاتكس للتقنية، أطلقت هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع شركة مجموعة الإمارات للاتصالات اتصالات أول منظومة إلكترونية ذكية للتعامل السريع وعن بعد مع الحالات الحادة للجلطات الدماغية والقلبية. بنتكلم عن هالمنظومة، معنا في الاستوديو الدكتور سهيل عبدالله الركن، استشاري الأعصاب والجلطة الدماغية بمستشفى دبي. صباحك الله بالخير دكتور. صباح النور والسرور، الله يصبح أيامكم. صباحك بالخير والنور، ونشكر لك ان انت يعني خدتنا من وقت العيادة شوي ويتنا للاستوديو، ما راح نطول عليك ان شاء الله، فتعطينا دكتور سهيل فكرة عن هالمنظومة وآلية عملها. بسم الله الرحمن الرحيم. اول شيء، منظومة جوين هي من المنظومات العالمية الجديدة حقيقة، اللي تشتغل على اللي نسميه تيليميديسن، اكيوت تيليميديسن. هذه المنظومة بدأت في الاربع سنوات الماضية، هي منظومة تعتني باسعاف المرضى المصابين بامراض الجلطة القلبية والجلطة الدماغية خلال دقائق معدودة. فهذه المنظومة تسعى إلى إيصال أكبر، إلى اختصار أكبر وقت لإسعاف هذا المريض، لإسعاف قلب هذا المريض أو إسعاف دماغ هذا المريض، حيث أن تقلل عدد الدقائق في اتخاذ العلاج المناسب. المنظومة حاليا هي في مراحلها الأولية للتطبيق في إمارة دبي وهيئة الصحة دبي. نسعى أن تكون نحن نكون في هيئة الصحة دبي أول منظومة على مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، المينا ريجن، تطبق هذه المنظومة. منكون أول مدينة على مستوى العالم إن شاء الله في نهاية 2018 إذا اكتمل المشروع، كمدينة متكاملة تقدم هذه المنظومة. نسعى من خلال هذه المنظومة إلى إنقاذ حياة الأفراد العايش المقيمين في إمارة دبي، تقديم أسرع خدمة ذكية صحية تساهم في تقليل عدد الإصابات بهذه الأمراض. ممتاز. دكتور سهيل، كيف تم وضع هذه المنظومة؟ كيف النظرية بنت عليها المنظومة؟ نرجع مرة ثانية، المنظومة هي عبارة عن سمارت ابليكيشن، توصل التشين كلها، السلسلة من المسعف في منزل أو في السوق أو في الموقع اللي تم إصابة المريض أو الشخص به، إصابة جلطة دماغية أو جلطة قلبية، فالمسعف يوم يكون هناك يكون متصل بالتشين كاملة من الهيد كوارتر مال الإسعاف دبي إلى المستشفى اللي بينقل إليه المريض، المستشفى منه مسؤول التمريض في الطواري، الدكتور المشرف على الطواري، دكتور القلب أو الجراحة، دكتور القسطرة الدماغية أو القسطرة القلبية. ممتاز. كلهم هايلة في نفس الوقت، المسعف بعده هو في الموقع، يتم إعلام هذيلة بجميع المعلومات الخاصة بذلك المريض، يتم نقل تخطيط القلب، يتم نقل الفيديو إذا محتاجين للمريض في موقع في بيته، عشان نعرف شو الأشياء اللي بنعدها للمريض خلال العشر دقائق إلى 12 دقيقة ربع ساعة إلى ما يتم نقل المريض إلى المستشفى. فأنت تكون لديك رؤية وعلم وإدراك عن حالة المريض اللي بيوصلني أنا، فما أضيع الوقت صحيح. في اتخاذ الأمور اللازمة، وخلال نقل المريض إلى المستشفى ممكن التعامل مع المريض في الموقع ببعض الأمور الضرورية جدا في ذلك الشيء. ممتاز. أنت ذكرت أن طبعا لحسن استغلال الوقت وعدم ضياع الوقت، فممكن تكلمنا عن أهمية الوقت في إنقاذ المرضى المصابين بالجلطات؟ معروف هو الجلطات عبارة عن إيش أعزائي المستمعين؟ عبارة عن انسداد شرياني، فالدم ما يوصل إلى ذلك العضو. فاحنا نتكلم عن القلب والدماغ، فكل ثانية كل دقيقة يقل فيها وصول الدم بسبب هذا الانسداد يؤدي إلى ذلك، إلى موت خلايا، إلى ضعف عضلة القلب، إلى موت أو فقد خلايا دماغية تتحكم في الأعضاء. فكل ما أسرعنا في فتح
هذا الشريان من خلال إعطاء مذيب الجلطات أو من خلال القسطرة الشريانية، هذا ينقذ أكبر عدد من الخلايا. صحيح. كيف هذا البرنامج بيساعدنا؟ بيساعدنا أن احنا بنكون على تواصل من اللحظة الأولى من وصول المسعف إلى مكان إصابة المريض. فإحنا بنوفر متوقعين أكثر من على إمارة مستوى إمارة دبي، بعد نحن توا بادين فيها، ولكن التوقع أنه بنوفر أقل شيء 45 دقيقة إلى ساعة في معرفة هالأشياء. حتى من الأشياء اللي بساعدنا دكتورة أن المريض قبل ما يطلع من هناك إحنا بنقول له مثل شو أدوية المريض يجيبوها معاكم، إذا ياخذ مسيلات للقلب أو مسيلات للدم، رقم ثلاثة إذا كان في وضعية معينة المريض فيها هناك ممكن إحنا أنه نخبرهم كيف ينقلون المريض فيها. ممتاز. فهذه أنت كأنك نقلت الطوارئ للمستشفى إلى بيت المريض. عليش نور. ممتاز. فهذه منظومة جدا متطورة، وهي اللي تسعى لها حكومة دبي من خلال الارتقاء بالخدمات المقدمة إلى أرقى المستويات من خلال استخدام التقنيات الحديثة. احنا الانترنت والأشياء اللي موجودة عندنا هنا جدا سريعة، فليش ما نستخدمها في خدمة المرضى؟ أكيد أكيد. ومثل ما ذكر دكتور سيل أن الوقت جدا جدا ثمين في حالات السكتات الدماغية والقلبية لتفادي موت أكبر عدد من الخلايا. هل تم تطبيق هالمنظومة الآن؟ جميل جدا. احنا أعلننا عن مشروع منظومة جوين على مستوى هيئة صحة دبي، تم التوقيع ذلك بين معالي حميد القطامي رئيس مجلس إدارة هيئة صحة دبي، ومع الأستاذ العبدولي مدير مؤسسة الاتصالات في الإمارات على تفعيل هذه الخدمة. فبتصير الاتصالات هي الجهة المقدمة للخدمة. ممتاز. وهيئة صحة دبي بتكون أول مؤسسة تطبق هذه الخدمة. طبعا هي الفكرة والمنتج جاي عبر هيئة صحة دبي، ولكن الاتصالات تعاونوا معنا في هذا الأمر. ممتاز. لدورهم المجتمعي لخدمة المرضى ودور هيئة الصحة. تم الاتفاقية في جايتكس والتوقيع يوم الاثنين الماضي. تم الحمد لله البدء في تفعيل اللجان الخاصة بهذا. احنا لا نزال في المرحلة الأولى من هذا المشروع. بعد ما طبقت نتوقع أن قبل نهاية 2017 بيكون عندنا على الأقل مستشفى إلى مستشفيين على مستوى هيئة الصحة دبي، مع إسعاف دبي، مع هيئة الصحة دبي، مع الاتصالات قائمين بهذا. نتوقع أن في نهاية 2018 بتكون الكوادر الطبية في إمارة دبي كلها مدربة. ممتاز. البروتوكولات موضوعة، تطبيق المنظومة كاملة. فبنكون إن شاء الله مستعدين لإكسبو 2020، بنكون مستعدين لجميع المرضى لخدمتهم. ممتاز. دكتور سيل، أنت ذكرت الاتصالات هي مثل ما نقول الشريك معاكم في هذه المنظومة، من الشركاء الآخرين اللي بيدخلون معاكم؟ حاليا الشراكة الموجودة بين هيئة صحة دبي و اتصالات في مستشفيات في القطاع الخاص في دبي حقيقة راغبة وتسعى للاشتراك في هالمنظومة. من الجهات الأخرى إسعاف دبي لأنهم الناقلين لنوعية المرضى في إمارة دبي. الاتصالات أنا أتوقع خلال العام الماضي مع البايلوت ستدي اللي مسوينها في هيئة صحة دبي سوف يتم نقل هذه التجربة إلى الإمارات الثانية في الدولة. ونتمنى أن الاتصالات أيضا شغل ما وعدونا أن بتنقل هذه إلى الدول التي تعمل فيها الاتصالات. ممتاز. تعمل في كثير من الدول. صحيح. الأمر هو دكتورة كلما نتكلم عنه من قوسين إسعاد المرضى. أكيد. إسعاد المقيمين. فهذه فكرة الإسعاد أنك أنت كيف تخدمه بطريقة ذكية جدا توفر له الخدمة. فحاليا المشروع بين هيئة صحة دبي في المرحلة الأولى واتصالات. المرحلة القادمة بتكون بين القطاع الخاص في دبي، والمرحلة الثالثة قد تكون على مستوى دولة الإمارات العربية المتحدة إن شاء الله. طبعا نتمنى أن يتعمم، لأن في إنقاذ لحياة المرضى وتحسين حياة المريض ما بعد الجلطة. بس آخر سؤال بسأل دكتور سيلان، أدري مستعجل، شو التدريب اللي يحتاج الموظفين أو الكادر عشان يتعامل مع هذه المنظومة الجديدة؟ جميل. المنظومة لها مخليلة حقيقة الآن فريق الجلطة القلبية وفريق الجلطات الدماغية، برنامج متكامل لتدريب المسعفين، التمريض، دكاترة الطوارئ في كيفية تفعيل المنظومة، العمل على المنظومة، كيف وضع لستة من الأسئلة تشيك ليست في الموقع اللي يكون فيه المريض، أن يتم تبليغ الدكاترة
أو المسعفين في المستشفيات أو الكادر الطبي بهذه الأشياء. هذه بتكون عبارة عن محاضرات وورش عمل لتفعيل دور المنظومة. إحنا بادئين بطريقة علمية حقيقة قبل تطبيق المنظومة، حيكون فيها لها بايلوت ستدي، ونتوقع أنه بيكون ورقة بحثية بتنشر بهذا المجال كأول عمل نقوم به للتدليل على فعالية تطبيق هذه المنظومة في إمارة دبي، وتكون مثال يحتذى به على مستوى المنطقة كلها أن كيف منظومة قامت في إمارة دبي. ممتاز، أنا شاكرة لك تواجدك معنا اليوم دكتور سهيل الركن استشاري الأعصاب والجلطة الدماغية بمستشفى راشد. ما بخك زيادة عن مرضاك، رخصنا دكتور سهيل عشان يرجع لمرضاه، يعطيك ألف عافية. نتمنى لكم من نجاح إلى نجاح ولا تقدم في المجال الصحي إن شاء الله في إمارة دبي والإمارة بشكل عام. تحياتي دكتور، الله يرضى عليكم، ويوم سعيد، إجازة سعيدة نهاية أسبوع. شكرا لك دكتور، شكرا. فكنا نتكلم مع دكتور سهيل ركن عن المنظومة الجديدة، راح تكون تعاون بين هيئة الصحة وبين اتصالات من أجل التعامل السريع مع الجلطات القلبية والدماغية. وإحنا استضفنا دكتور سهيل من قبل في حلقات سابقة وذكرنا عن أهمية التصرف السريع في حالة الجلطات الدماغية والقلبية. يعني مثل ما نقول يا جماعة، الجلطات الدماغية والقلبية شيء يجب أن نكون كلنا عندنا وعي عليه وكيفية التصرف فيه. لأن بالإنجليزي إحنا نقول يعني بمعنى أن الدقائق تساوي القلب أو الخلايا أو الدماغ، بمعنى أن كل دقيقة أنا أتأخر فيها عن توصيل المريض أو إيصال للرعاية الطبية أنا أقوم بتدمير جزء من الخلايا الموجودة في القلب أو في الدماغ. طبعا ما يخفى علينا أن هذه الخلايا الموجودة في الدماغ والقلب لا تتجدد، يعني خصوصا في الدماغ لا يتم تجديد الخلايا مرة أخرى. فالخلايا اللي أنا فقدتها، اللي فقدها المريض اللي يكون عنده الجلطة الدماغية، لا ترجع مرة أخرى. فطبعا هالخلايا تؤدي وظائف معينة، فيكون في آثار للجلطة فيما بعد. ودكتور سير بعد ذكرنا قبل مدة أهمية الأهل أو الناس اللي يكونوا محيطين بالمريض في حالة الإصابة بالجلطات. ممكن الجلطة ترى تستوي في أي مكان، في ناس عبالهم أن الجلطة فقط تحصل خلال الليل لما واحد نايم. معظم الجلطات تصير الصبح، الصبح لما واحد يكون مستعد يروح الدوام أو توا واصل الدوام أو في الدرب للدوام، تحصل جلطات كثيرة في الصباح. والجلطة طبعا ما لها وقت معين، بس حسب الدراسات اللي تم إعدادها فوايد منها يصير الصبح. فأهمية دور الناس المحيطة بهذاك المريض، دائما احنا نعطي رسالة توعوية إن شو أعراض الجلطة، إن تلاقي الإنسان فجأة سكت، ما يقدر يتكلم، يحس بالضعف في نص جسمه، في ميلان في جانب من وجهه، في ميلان في الفم، ما قام يتكلم أبدا، يطيح على الأرض، فقد الوعي، لا يستجيب. كل هذه الأعراض بشكل عام، أنتوا شفتوا حد كان يتكلم فجأة سكت، صار في ضعف نص من وجهه، تسألونه ما قدر يجاوب عدل، يقولك ما أقدر أحرك إيدي أو ريلي على طول. لا تفترضون انه ممكن يكون تعبان او زعلان او دواء الضغط نسى ياخذ اليوم الصبح او دواء السكري زيد عليه الجرعه، لا نفترض افتراضات غير صحيحه ونخسر الوقت. اتصلوا بالاسعاف، الاسعاف موجود لخدمتكم. اتصلوا في الاسعاف، قولوا ان عندي حاله، المريض عنده هالمشاكل الصحيه من دقيقه او من نص دقيقه بدت عنده هذه الاعراض. وضروري جدا جدا يا جماعه الشخص اللي يكون مع المريض، خصوصا المريض اللي يكون الشخص اللي عنده كذا مشكلة صحية، يكون عنده مشاكل في القلب، يكون عنده ضغط، ما ينترك لوحده، أو مثلا ينترك مع حد على الأقل قادر على توصيل المعلومة. المشكلة تستوي لما المريض اللي عنده مشاكل متعددة، أو حتى في ناس يكون عندهم تاريخ من الجلطات من قبل، يكون روحه في البيت ما مع أحد، حتى المساعدة المنزلية الموجودة في البيت ما تعرف مثلا شو الحالة الصحية اللي عنده، ما تعرف تتكلم إنجليزي، ما تعرف تتكلم عربي، فكيف توصل المعلومة؟ وممكن حتى ما تعرف تتصل في الإسعاف. عندكم شخص عنده عوامل خطورة، مشاكل في القلب، ضغط عالي، سكر، كان عنده جلطة من قبل، ما ينترك لوحده. حتى لو مثلا افترضنا ان جميعنا نداوم وما في حد ممكن يكون في البيت، على الاقل المساعدة المنزلية الموجودة في البيت على الاقل تعرف تتصل في الاسعاف. ابسط شيء، في حالات مرت علينا ان حتى الخادمة ما تعرف تتصل في الاسعاف، هذه كارثة. ان المريض يكون في حالة يعني يكون تعبان ولكن لا تستطيع تتصل بالإسعاف أو تشرح. فمهم جدا هذا الوعي البسيط. لا نفترض أن خلال الصباح ما يستوي شيء وإحنا في الدوام، لا نفترض إحنا هالافتراضات. مثل ما قلنا الجلطة ممكن تحصل في أي وقت، فنبه هذا الوعي البسيط أن كيفية الاتصال بالإسعاف. حتى ترى للأطفال، في ناس يفترضون أن الطفل عندي 3 أو 4 سنوات في البيت، كيف أعلم يتصل في الإسعاف؟ أعلمه يتصل في الإسعاف وأوعي بأن هذا ما يتصل فيه إلا في حالة الطوارئ. مثلا أخلي سبيد دايل يسمونه أو الاتصال السريع في البيت،
ماما دق رقم واحد لو حسيت فيه خطر، حتى لو تصل في الشرطة، يتصل في الشرطة مثلا يقول مثلا يدتي تعبانة، يدتي طاحت. لازم يكون عندنا هذا الوعي. لا نفترض ان الطفل صغير ما يفهم، يفهمون. احنا نقلل من حجم ذكائهم. واعتقد وايد منا تشاف الفيديو اللي انتشر من زمان عن البنت اللي انقذت حياة ابوها اللي كان عنده صرع. ابوها تيلا نوبات صرع وهي عايشة مع ابوها في البيت روحهم. الوالد علمها، اعتقد امها او ابوها كانت، ان لما تيها حالة الصرع تدق رقم واحد، يتصل على طول بالناين ون ون او الطوارئ، وتقول لهم ان ابوي عنده الصرع، فعلى طول ييها ليهم الاسعاف. فلو الاب او الام ما علموا الطفلة، والطفلة كانت صغيرة، اعتقد كان عمرها 3 سنوات ونص، يعني الاب علمها ان هذا الرقم ما يندق الا في حالة الطوارئ، وان تقول هالكلام الطفل يتعلم. احنا مسؤوليتنا كاهل ان نكون مسؤولين. يعني انا اعلم الطفل ان يدق في هذا الرقم في حاله الطوارئ وما يلعب فيه في حالات الغير طوارئ. نقول له ماما هذا رقم فقط للطوارئ، هذا ترى في رقم الشرطه ما يسوي نتصل فيه، اذا بس نبغى نلعب ما ندق عليه. يبني عنده هذا الوعي، ومهم جدا يكون عند اطفالنا هذا الوعي. كلنا في البيت لازم يكون عندنا هذا الوعي، لان الدراسات بينت ان معظم الناس اللي تكون عندهم جلطات يكونون محاطين بعائلتهم، يعني يكون أفراد العائلة حوالينهم، لأن مثل ما قلنا بالعادة يصيب الإنسان الصبح. فإحنا دورنا كعائلة ليس فقط أن أنا أكون أرعى هالإنسان في البيت أو أهتم فيه، ولكن أعرف أتصرف في حالة الطوارئ، ما يكون فيه تأخير، يكون عندي وعي أتصل في الإسعاف، أن أنا أشرح الحالة الطبية للمريض، أن يكون عندي خلفية بحالته الطبية اللي عندي في البيت عشان أقدر أتصرف. وهذا احنا نتمنى السلامة إن شاء الله للجميع. وإذا عندكم أي سؤال، عندكم أي شخص مريض في البيت، تعالوا العيادة اسألونا. دكتورة عندنا حد كبير في السن مثلا، أو حد عنده مشاكل صحية، وكان مثلا عنده جلطة من قبل، أو قالوا عنده احتمال كبير يستوي له جلطة، كيف ممكن الصرف؟ شو ممكن تسوي؟ خذوا كورسات إسعاف الحياة المبدئي اللي هو يسوونه، اللي ممكن يحضره جميع الناس، مو المتقدم، المبدئي البسيط. اخذوا هذه الكورسات تنقذ الحياة بطريقة ما تتخيلونها. الناس اللي تم انقاذ حياتهم من الجلطات او من توقف القلب المفاجئ كان عشان عندهم خلفية بكيفية القيام باسعافات الاولية لانقاذ الحياة. هذه الكورسات يسوونها في كثير من العيادات، من المستشفيات، من المعاهد، نستثمر فيها لانقاذ حياة احبائنا، لان هالاشياء تصير في غمضة عين. فحرام واحد انه ما يقدر ينقذ حياة شخص يحبه بسبب انه ما كان متدرب على هذا. فهذه رسالتنا لكم، كل حد اليوم يدور عن الكورس اسمه BLS Basic Life Support، كل واحد يدور أجرب مكان له وين يسوون الكورس. الكورس يوم واحد 4 أو 5 ساعات، تنقذون فيه حياة أحد أحبائكم بشيء جدا 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 بسيط. ما يحتاج يكون لك خلفية طبية، ما يحتاج تكون طبيب أو ممرض، مهم جدا يكون عندنا هذا الكورس. هذا يوم الخميس وإحنا وايد تكلمنا، وايد عطناكم نصايح، وإن شاء الله كنا خفاف عليكم. أيمن يأشل يقول دكتورة خلاص خلنا نسكر اليوم البرنامج، وصلنا نهاية البرنامج اليوم الخميس الونيس. شكرا لك يا أيمن سرحيلة على وجودك معي في الأخراج، شكرا لك يا أميرة على الإعداد والتنسيق، وعلى وجودك معنا وعلى روحك الجميلة معنا في البرنامج أنت وأيمن. وهذه محدثتكم دكتورة ندى الملا، كنت معاكم اليوم، وإن شاء الله أشوفكم يوم الأحد. أنا بكون بعد روحي إن شاء الله يوم الأحد، الخميس الأثنين بيكون معاكم إن شاء الله محمود روح، أنا ما بكون موجودة، بكون في العيادة. فإلى أن نلقاكم يوم الأحد نقول لكم دمتم بصحة وسعادة. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.